فيديو النهارده هنتكلم عن داله جديده من دوله الاكسل وهي داله سورت. النهارده هنشرح مع بعض داله سورت واللي هيبقى ليها جزء تاني باذن الله هيبقى ميكس بينها وبين الداله اللي هنشرحها المره اللي جايه اللي هي داله فلتر. ويلا بينا. الشيت اللي قدامكم ده عباره عن عمودين، واحد فيه اسم الموظف والتاني فيه الراتب الشهري. هنروح بعد كده على خليه يمين الجدول وهنكتب يساوي سورت وادوس على تاب عشان افعل الداله. هلاقي مكتوب لي اري، هروح اقف على شمال الجدول لحد ما الاقي السهم المايل ده، واول ما ادوس عليه كليك شمال بالماوس هيعلم على الجدول كله، ولو اكتفيت بكده ودوست انتر هيكمل المعادلة بالاعدادات الرئيسية واللي هي بيرتب اول عمود ترتيب تصاعدي، وعشان هنا في اسماء فهيرتب تصاعدي حسب الحروف الابجدية. طيب لو انا محتاج الدالة ترتب لي حسب المرتب الشهري هنعمل ايه؟ هروح للمعادلة بتاعتي واكملها، هكتب فاصلة هيقول لي سورت اندكس، وهنا المطلوب مني ان انا اكتب له رقم العمود اللي انا محتاج ارتب على اساسه، وبما ان مرتب العمود رقم 2 فهدوس 2، بعد كده هدوس فاصلة هيقول لي انت محتاج الترتيب ده تصاعدي ولا تنازلي، وعشان انا عايزه ترتيب تنازلي هكتب ماينس 1 اللي قدام ديسندنج وهدوس على انتر، هلاقيه مرتب لي الجدول تنازلي حسب المرتب. والدالة دي دايناميك، طول ما انا عامل الجدول بتاعي دايناميك يعني اي داتا جديدة في الجدول الاصلي هتترتب اوتوماتيك مع ترتيب الدالة. طيب بعد كده لو انا مثلا محتاج ارتب الاسماء على حسب المرتب بس من غير مظهر المرتب، لو مثلا انا عندي داتا كونفيدنشال، هنروح لشيت تاني بس بدل ما نستخدم دالة سورت هنستخدم دالة اختها اللي هي سورت باي، واروح اكتب هنا في الخلية يساوي سورت باي وادوس على تاب عشان افعل الدالة. هيقول لي دخل الاري، وده المجال اللي انا عايزه يرتبه ليا وهو اسماء الموظفين، بعد كده هدوس فاصله هيقول لي باي اري 1، وده يقصد بيه هيرتب بناء على ايه، وعشان انا محتاج ارتب بناء على المرتبات هدوس على عمود المرتبات، بعد كده هيقول لي تصاعدي ولا تنازلي، هقول له تنازلي وادوس على انتر، هلاقيه رتب لي الاسماء على حسب المرتب من الكبير للصغير من غير ما يكتب المرتبات. وبس انا كده خلصت. وبفكرك لو محتاج نسخه الاوفيس 365 بدون اي كراك هتلاقيها مثبته عندي في البايو، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سيف للبوست وتدعمني بلايك وشير. سلام.